كلما كان الخف وقت التلقيح أدى إلى تحسن نوعية الثمار أكثر من الخف المتأخر. كما يلاحظ أن هناك علاقة بين السعف الأخضر والإثمار، وأنه كلما زاد عدد السعف الأخضر بالنسبة للعذق الواحد حصلت زيادة في حجم الثمرة طبعا وتحسن نوعيتها. ويستحسن وضع من 6 إلى 8 عذوق على النخلة حسب نشاطها. الفحل أو الذكر من النخيل لا يحصل له معاومة، ويكاد يكون عدد الطلع متساويا في كل سنة بخلاف طلع الإناث اللي تميل المعاومة. الفحل الذكر ينتج من 10 تقريبا إلى 30 طلع سنويا. كذلك نلاحظ أن أشجار الموالح تتعرض لهذه الظاهرة كذلك.